مرحبا بكم متابعي قناة المغاربة ملوك الحلبة. في هذا المقطع سوف نشاهد أسد من الأسود المغاربة، ويتعلق الأمر بالمقاتل المغربي مهدي الجماري، والذي فاز على خصمه الأرجنتيني إنيس فرنانديز بالضربة القاضية منذ الجولة الأولى من هذا النزال الذي أجري يوم الأحد الماضي 7 ماي بمدينة برشلونة الإسبانية. وقبل مشاهدة هذا النزال الشيق، فلا تنسى مشاهدينا الكرام الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك ليصلكم كل جديد وفرجة ممتعة. يا ديما هادي يا ديما